والروافض سئلوا من شركم؟ قال أصحاب محمد. قال ابن أبي العز ناقلا عن من قبله شيخ الإسلام وغيره، هذا يدل أن أولئك في هذا الباب، أن هؤلاء الروافض في هذا الباب أسوأ حالا من اليهود والنصارى. فلا أسخف عقلا ولا أجهل جهلا ولا أبشع قولا ولا أضل سبيلا من الروافض في هذا وفي غيره. اللهم إلا أن يكون الباطنية فإنهم أيضا روافض. وفي الجانب الآخر حب أهل السنة للصحابة معلوم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويأتي بعض السفهاء يظن أن فلانا يسب الصحابة، وربما جاء من يقول يذب عن الصحابة من أهل السنة. يا أخي، أهل السنة يذبون عن الصحابة، ما يقعون في الصحابة رضوان الله عليهم، هم حملة دين الله. فإياكم أيها الناس والغلو والجزاف والكذب والافتراء والتزوير والتلفيق، فإن هذا لا ينفع والله صاحبه، لا دنيا ولا أخرى. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، فمن لم يتحر العدل ورجم بالكلام على عواهنه، وهكذا أيضا أطلق الكلمات بغير ضوابط شرعية، ربما يريد يضغط بها هذا أو ذاك، هذا كله يضر ولا يسر. فإنك إذا لزمت الحق أفلجت، وإذا تخليت عن الحق هزمت. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فدعوا الجزاف أصلحكم الله، واضبطوا أقوالكم وأفعالكم على شرع الله ينصركم الله ويؤيد بكم دينه. والزموا العدل، العدل به قامت السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أمر خلق الله السماوات والأرض، خلق الله البرية من أجله، خلق الله الكون من أجل أن يقام. يقوم إنسان يريد أن يخدش فيه، هذه خذيلة، هذا انحراف، صحيح انحراف. فمن أراد الله عز وجل أن يعظمه وأن يثبت حجته وأن يكبت عدوه ألزمه كلمة التقوى وكلمة الحق. قال الله سبحانه: ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، فلما لزم الصحابة كلمة التقوى التي هي التوحيد، وهكذا كلمة الحق ولزموا الحق ومضمونها، كان ذلك من أعظم التأييد لهم. فالدعوة بالحق منصورة، والحجة بالحق مشهورة، وهكذا العقيدة بالحق مقبولة، وسائر ما كان من أمور الحق. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه وأبان حججه، كلها بالحق. من عظمه الله وأكرمه أكرمه بالحق، ومن أذله وخذله خذله بالبعد عن الحق. فإياك والعناد أيها المسلم. وتأمل قول الله عز وجل في المعاندين: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. هذا غاية الهلكة وغاية المذلة وغاية الهزيمة وغاية الضعف وغاية يعني ماذا البعد عن الله سبحانه وتعالى.